موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يحدث في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها بأنه كارثة إنسانية، مؤكداً أن تفكك أفغانستان ليس من مصلحة بلاده. وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك: بالفعل إنها كارثة، وهذه هي الحقيقة، وهذه ليست كلماتي وإنما كلمات المحللين الأمريكيين أنفسهم. وأضاف بوتين: أن الأمريكيين قد أنفقوا على هذه الحملة أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار خلال تلك السنوات، وكانت المحصلة صفر. وتابع بوتين قائلاً: إذ نظرنا إلى عدد الأشخاص الذين تم التخلي عنهم في أفغانستان والذين عملوا مع الغرب الجماعي والولايات المتحدة وحلفائها، فهذه كارثة، مشيراً إلى أن تفكك أفغانستان ليس من مصلحة بلاده. تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل محل بالموسكي، وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل ألعاب أطفال بدائرة الموسكي، وعلى الفور تم توجيه 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ. وتبين من المعاينة أن النيران التهمت محتويات المحل بالكامل نتيجة سرعة انتشار ألسنة اللهب لوجود كميات كبيرة من البلاستيك، مما تسبب في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي وأصحاب المحلات نتيجة تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. وتمكنت القوات من إنقاذ المحلات المجاورة من كارثة امتداد النيران إليها، وتم إخماد النيران دون إصابات. أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحداً من أشهر مراكز العلاج الطبيعي والمشهور عنه سمكري البني أدمين، وذلك لعمله بدون ترخيص. وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص، والذي يحمل اسم سمكري البني أدمين. وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص. أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق منطقة العزب بالمطرية، منطقة الألف مسكن، عزبة شنودة البحرية، استراحة الوزير، منشية التحرير، ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم، الماظة، منطقة ال7 إمارات ومتفرعاتها، مستشفى الجلاء، أرض الجولف، من الساعة 10 صباح غد السبت وحتى الساعة 12 من صباح بعد غد الأحد. وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن هذه المناطق بسبب تحويل مسار خط مياه بشارع الحرية بسبب أعمال الكباري بميدان ابن الحكم. وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. تعرض ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لإصابة قوية خلال مواجهة فنزويلا التي أقيمت فجر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز التانجو 3-2. وتدخل أدريان مارتينيز لاعب منتخب فنزويلا بشكل عنيف على ركلة ليونيل ميسي ليسقط النجم الأرجنتيني على أرضية الملعب بشكل أثار رعب جماهير منتخب الأرجنتين وجماهير نادي باريس سان جيرمان. أعلن نادي ليفربول قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس الماضي، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح. وينافس محمد صلاح 17 لاعباً على جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول عن شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.